للوهله الاولى وانت شايف اللي قدامك ده تفتكره سجق عادي، انما ده سجق غير عادي، ده سجق محشي مخاصي وبنسويه ان احنا بنحمره في الليه. انه في ساعه متاخره من الليل بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. محمد شامي يحدثكم من حدائق الاهرام. طبعا بعد قرار رئاسه الوزراء ان احنا نقفل الانوار السبوت لايتس اللي فوق وبتاع والدنيا تهدي كده وتليل، وبقالنا فتره عمالين نفكر في ما هو جديد ممكن نعمله في المطعم. طبعا احنا بدانا نعمل الموضوع بتاع الحاجات المحمره في الليه والكلام ده، فكله كان ايه حاجات يعني تلقائيه عاديه ما فيهاش اي ابتكار، هي طعمها حلو بس اقصد ان هي حاجات افكارها عاديه في الاخر. المهم بقى يا جماعه ايه، قررت كده قعدت افكر احنا ما عندناش بند المخاصي مش موجود في المطعم، ما عندناش مخاصي عموما، فقعدت افكر احنا ممكن ننزل المخاصي ازاي بشكل جديد، فقلت هعمل المخاصي محمره في الليه. لما جيت اعمل المخاصي محمره في الليه ما طلعتش النتيجه العظيمه اللي هي الحلوه. ليه؟ لان المخاصي يعني محتاجه معامله وعنايه خاصه، والحمد لله الاختراع نجح، طلع منتج رهيب. احنا هنعمل لكم النهارده ايه بقى؟ سجق محشي مخاصي متحمر في الليه، بس كده. طبعا يا جماعه احنا بقى هنا ايه، عشان اللي ما يعرفش العنوان، احنا في حدائق الاهرام البوابه الاولى، ادي جنب البوابه اول ما تخش البوابه هتلاقي مطعم شواحه على الشمال 65 جيم حدائق الاهرام، الهوت لاين 1695، وحاطين صورتي على الباب، قمه النرجسيه اقسم بالله، مش عارف انا ايه ده، يعني حاجه غريبه جدا. وفي واحد شغال معانا اسمه شادي بيقولوا انه شبه، خد يا شادي، ازيك يا شادي؟ هو شادي ده شبه يا جماعه؟ عشان بس احنا نعمل بدأنا اول حلقه، لكن كان بدأني فيه شبه. حبيبي يا شادي على وضعك، تعالوا بقى نخش يا جماعه نشوف ايه الحكايه بتاعت ايه السجق. طبعا الدنيا خلاص ليلت والدنيا هديت عشان نعرف نصور كده. على ازيك يا شيف سعيد حبيبي، ازيك يا استاذ اشرف، عامل ايه؟ الحمد لله. مش هعمل لك العدسه اللي كبرت دماغك المره اللي فاتت تزعل، بس انت حبيبي انت عارف حبيب. استاذ اشرف نهار يا جماعه مدير المطعم، اي مشكله امسكه في رقبته على طول. ماشي يا باشا، ماشي يا باشا. شيف عمرو عيد نور الدنيا، يعني طنطا واللي منها نور الدنيا حبيبي يا عمرو. طبعا احنا كنت متفق مع عمرو انه يشيل لكم الحاجات عشان نعمل نفرم فارما قصادكم بعد ما عملنا التستات الكتير، بس عمرو الصراحه ما شاء الله عليه دخل زي القطر الله اكبر، وقام فارم كل حاجه وعامل السجق ومجهزه. فحاول دلوقتي يطلع شويه حاجات عشان ايه نوريه، اشرح للناس احنا وصلنا لايه. طيب دي المخاصي، دي مخاصي متقشره، فتت لحمه من الكتف، من الكتف تمام، ودي ليه او دهن، اللي ما بيحبش الليه وعايز يحط دهن يحط، يقدر يحط دهن، يعني يا ليه دون يا دهن يا دهن. احنا حاطين من ده عليه عشان تطعيم، بس احنا حاطين دهن برضه صح، حاطين فات وليه الاثنين. مظبوط. احنا هنقول للناس اللي احنا بنعمله. ماشي، بهاراته ايه؟ ودي البهارات بتاعتنا، ملح، كمون، كزبره، فلفل اسمر، بابريكا، توابل سجق، سنه قرفه، شطه. وجوز الطيب فين؟ في جوز الطيب. ماشي، جوز الطيب حلو تمام. الفلفل، فلفل حراق تمام، فلفل اخضر وفلفل احمر رومي مهم جدا ده تمام. بصل والثوم دول اهم عوامل السجق. طيب قبل ما نخش نروح للمنتج النهائي، تعالى بس نقول للناس النسبه ايه يعني ايه النسب اللي احنا شغالين بيها. هو 50-50، يعني 50 مخاصي، يعني هنحط نص كيلو مخاصي بس بعد التنظيف. ماشي، بنحط عليهم نص كيلو لحم، 50 لحم حلو، بنحط عليهم 200 جرام ليا او دهن عادي. طيب لو حد ما عندوش الهانك بتاع السجق اللي احنا بنستخدمه، عشان اغلب الناس ما بتعرفش تجيبه في البيت، ينفع يعملوه في الممبار العادي؟ ينفع يمشي في الممبار العادي، يمشي في الممبار العادي، بس هيبقى تقيل، خدوا بالكم يا جماعه، هو هيبقى كبير فهيبقى تقيل شويه. فاحنا بنفرم الكلام ده كله، الاول بنفرم اللحمه لوحدها وش الاول لوحدها، وبعد كده بنفرم اللحمه تاني وش تاني مع المخاصي، مع المخاصي والدهن، وبعد كده بنحط عليها البهارات وبنحط الخضار بنفرمه برده، هو كده بيخش على مدفع السجق وبيطلع لنا السجق بالمنظر ده. للوهله الاولى وانت شايف اللي قدامك ده تفتكره سجق عادي، انما ده سجق غير عادي، ده سجق محشي مخاصي وبنسويه ان احنا بنحمره في الليه. طبعا ده قبل ما يتضفر السجق بيبقى بالمنظر ده، واحنا بعد كده بنضفره وبنشتغل عليه في يا اما لو هشتغل على الشوايه او هشتغل في الليه. بس احنا عملنا عليه تجارب، السجق اللي في الليه السجق المخاصي افضل في الليه، على الفحم بينشف شويه لان المخاصي ما بتستحملش، انتوا عارفين المخاصي مع النار حساسه جدا. طب يلا عمرو كده نعمل اوردر نوري الناس شكله عامل ازاي. يلا بينا، يلا بينا يا عمرو. هتعمل ايه بقى دلوقتي؟ ايه يا باشا، نشوح السجق تمام، هنسويه اللي هو قلنا السجق. طب قول بقى، قول للناس بقى عشان الناس فاكره انه الناس اللي بتقول ان هي بتحمر الحاجه في الليه فبتبقى ليه خالصه، قول لهم بقى الفكره عشان ايه، نقول لهم الحقائق. دي بقى مساحين ليه في زيت سمنه بلد، يعني دي ما بتبقاش ليه خالصه يا جماعه، دي بتبقى ليه متسيحه وبتاخد معاها زيت وبتاخد معاها سمنه عشان تدي الفليفر. بعد كده بنحط بقى الليه كقطع، قطع الليه نفسها. وده منظر يا جماعه السجق بعد ما اتقطع، بصوا من جوه عامل ازاي.
شايفين ادي المفاصي احنا بنقطعه وما بندفروش اللي احنا بنستخدمه بالفليه. بصوا هو شكله عامل ازاي، يعني مش بيبقى المخاصي بتبقى باينه مع البصل والحاجه واللحمه ادوك عشان تسنده، لان لما جربنا نعمله مخاصي من غير لحمه كان بيفرقع في الزيت وكان القوام بتاعه مش احسن حاجه، فغير ان هو كان تقيل جدا، فكده احنا خفينا شويه التقل بتاعه. تمام، في اثناء اللي هي اتفضل يا شيف ننزل بس جوه دلوقتي. تاخد له وقت قد ايه بقى ده شيف كده على النار؟ 3 دقايق 4 دقايق. اه ما تاخدش وقت كبير. لا 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 وما تقلقوش عشان هو برضه في منه ايه يعني في حاجه بتفرقع شويه. واحلى حاجه بقى شايفين شويه المقاصي اللي طلعوا في الجنب دول اللي طلعوا من السجق دول، دول بقى بيتحمروا بيدوك في طبق بقى ايه مقرمشين، اقسم بالله دول احلى من السجق نفسه. الشوايه بقى اللي طلعوا دول هم الموضوع بقى على الاقل كده. خلاص يلا بينا نيجي بقى في طبق التقديم الجميل. ايوه اهم حاجه شويه الايه المخص الايه اللي بقى كريسبي دولت وقعوا دولت اللي فيهم البهاريز يا عمرو. انت عارف اكيد يا راجل يا جماعه اي حد هيجي يدوقهم يا ريت يقول لنا رايهم ايه ويوصف للناس الطعم عامل ازاي. شويه اللي هي بقى المحمرين. الله عليك الله عليك يا عمرو. الف انا باشا يلا بينا. احلى بقى في الموضوع انه انا خارج دلوقتي عشان اصور لكم الحته دي استاذ عماد واستاذ احمد، لقيتهم داخلين المطعم قلت لهم بصوا انا هجرب فيكم النهارده، والناس ما كانش عندهم ايه اي يعني انا فهمتهم ايه الموضوع وهم اللي هيدوقوا يقولوا لكم بقى رايهم. بس انا عايز اشرح لكم حاجه بقى، تعالى كده عيسى بالنبي. ده اللي انت شايفه ده اللي هي باينه اللي هي البيضه دي اللي هي اللي انت شايفه ده ما تفتكروش حاجه كده هينه. لا بص يا باشا اللي حضرتك شايفه ده لما بتحط السجق بتاع المخاصي ده بيطلع منه حاجات من الجناب، دي مخاصي بقى ايه يعني بيور محمره في لا بيور يعني. اتفضل يا باشا كده وناخد بقى اراء. لا فكك من العيش انا عايزك تدوق العيش هنا. معانا الفود ريفيورز استاذ عماد واستاذ احمد. بسم الله ده اصعب من الثانويه العامه بس قول بامانه عادي لو في اي تعديل احنا لسه بنجربه. حلو قوي جامد قوي طعم المخاصي جديد يعني مختلف شويه يعني. حلو قوي معلش بقى هنا لا يا باشا بقى براحتك جرب مش همخت اللي هي معاه. ده مروقه الدنيا. بص بقى شويه بقى الدولت بقى تاخدهم يعني دولت مهمين. سيبك بقى من السجق دولت بقى مهمين. انت وراك حاجه ستوك؟ ايه؟ وراك حاجه ستوك؟ لا لا مش شبه هتلاقي بقى ايه شيبسي مخاصي يعني انت مخاصي كريسبي. حبيبي يا باشا انت منورنا والله العظيم وانا سعيد ان احنا عملنا عليكم التيست ده لان كانوا الناس مش هتصدقني والله داخلين اهو ولا اي حاجه اصلا يعني انت ما بتاكلش مخاصي اصلا ما كنتش اتصرف بجد اقسم بالله العظيم وده نداء للناس اللي ما بتاكلش مخاصي. انا اول مره بجد اكل مخاصي النهارده اقسم بالله. كمان الناس كلها بتحصل من البقدونس اللي بينزل من الحاجات دي. لا والله بنغسله والله بنغسله والله العظيم. لا عشان بينزل عليه اللي هي بالظبط لكن ده بقى طعمه تحفه بالهنا والشبه كبير. هو مش ريفيو هو كده بقى عشاء. حبيبي يا باشا تعالوا يا جماعه شوحها 65 جيم حدايا الاهرام البوابه الاولى واطلبوا سجق مخاصي متحمر في اللي هي. شكرا يا رجاله حبيبي.